في هذا الفيديو هذا وريت من الاحت الزاد كيفاش دير فيديو كليب. هاد النصائح اللي عطيت خلاني من الواحد عمرو ما دار لي فيديو كليب انني خدم مع واحد من احسن الرابرز اللي طالعين في الجينيراسيون هادي. فكمل الفيديو حتى الاخر. انجوي. كثر من شهرين ما درناش فيديو في يوتيوب، ولكن دابا رجعنا. At the same time كنت خدام على some videos بحال هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا دابا. كيف ما شفتوا في التايتل، فهاد الشهر هذا for the first time جربت ندير ميوزك فيديو as a filmmaker or photographer. وفي اطار ديال الاكسبيرينس وزاك كيف ما كتعرفوا، ديما كنبغي نتشالنجي راسي في نيو اكسبيرينسز، دير حوايج جداد، تشالنجي راسك في شي حوايج اللي عمرك ما درتيهم قبل. عمر في الدومين هذا ما كاينش صافي نعرف كل شيء. فهاد الشهر هذا قلت ندير هاد السكيل هادي اللي كانت في التراك ليست ديالي من شحال هاد. ففي الفيديو هذا غنشير معكم الاكسبيرينس ديالي، قال الحوايج اللي تعلمت وحنا خدامين على هذا البروجي هذا، كيفاش درت واحد ميوزك فيديو فور كلاينت اللي غيعجبو الفاينل ريزولت. انصو غنشير معكم سام تيب لي زارتيست اللي حتى هما باغيين يديروا فيرست ميوزك فيديو ديالهم. طيام واحد جون ارتست اللي يلاه بدا هذا العام هذا وريتشاني في انستغرام، قال لي راه باغي ميوزك فيديو. اول حاجه قلت ليه يصيف لي الميوزك بعدا. مي جو في جو تي كوم بي دي جي اي جو لو فري سان اكسبليكاسيون اون سي فيرا بور ديكيتاسيون. منين صيفط ليا وصيفط تحت الاناس فوتوغرافر و فيلم ميكر اللي يخدم معايا في الميوزك فيديو هذه، عجبتنا الميوزك. اول حاجه تشيك هي جود ميوزك. قبل ما نبداو في الاكسبيرينس ديالي وشنو تعلمت والتيبس اللي غنعطيكم في الفيديو هذا، يلا نشوفوا بعدا البارس ديال الميوزك فيديو قبل ما ندوزو البريك داون. نخلي لكم غير اول فيديو كليب اللي درنا حتى الثاني كليب اللي كيف ما قلت لكم درنا مع فارغاس، حتى هو طبقنا فيه كاع هاد التيبس هادو اللي عطيت في هذا الفيديو هذا. دو فانسي جو بالانس دي كولور سور مون سيل غري اي جو ريست رانسي لو تان في لو ميناج لو فان في التري ايزون بو دو برينسيپ جو ديفلوب ما ان دون 9 متر كاري جالي دون المور اي دو بو جو مي كاري شو دون contraste comme les deux pieds de carré. Le son ça fait 10 ans que j'aime. Elle consomme la white et la petite angèle enchaîne. J'ai dû consommer 600 enchaînes. Je t'en sens répit la mi-temps me gêne. خريف وشتر زيد الزارو حتى الراقب، حنا ماشي فحال الاخرين مشتاق. حنا ماشي فحال الاخرين، انت راه ماشي معنا، انت راه من الاخرين مشتاق. كلشي معبور ماشي غير بيل وفاس وماشي غير وين وصداق. شحال من نقطة في بالي شلف سبيت نباص فمي شلف سالي بالبيكي والكبس تعقلت الحوسين وشلف شحال من نقطة في بالي شلف. سو يا منين عرفنا الفايب ديال الميوزك فيديو كيفاش بغيناها، هضرنا حتى على البيدجي ديال الميوزك فيديو. ما كانش شي بيدجي كبير فين غنكريو شي ماتيريال اللي واعر شي لايتين، المهم هذاك الهاي برودكشن ما كايناش. دونك اول بروبليم كيتحط ورا الميوزك فيديو هو البادجيت. اذا ما كانش بادجيت خاصك تمشي على داكشي اللي عندك، ماشي بالضروره دير بحال ميوزك فيديو زي كنشوفو في السوشيال ميديا كيكريو سيتس كيكريو ماتيريال في الاخر كيخرج واحد الريزولت اللي كيتشابه بزاف. دونك ديما كتبقى كرياتيفيتي ديالك والفيزيون ديالك هي اهم حاجه. بيان سور البادجيت مهم شي حالات، وهذا هو الجول ديالنا نيكست ميوزك فيديوز ان شاء الله نحاولوا نسبينديو فيهم واخا غير في الاكترز واخا غير في السيتس. سو بدينا في الخدمه، وباول اهم ستيب اللي خاصك دير قبل اي بروجي اللي هي البلانين. ونعطيكم دابا سام تيبس ديال كيفاش دير اي جود بلان قبل ما تصور الميوزك فيديو ديالك. سو في البلانين بدينا كنفكروا في الشورت ليست ديال الميوزك فيديو، كيفاش نتخيلوا الشورتس كومبوزيشنز لايتين ستايل ديال اوفر اول ميوزك فيديو. وكونسيومين لوت اوف ميوزك فيديوز خصوصا ديال كيندريك لامار اللي ديجا تاسبيرينا منه في اكسبيرينس اوف لاك 4 ديال الفيلم فوتوغرافي. كانش واحد دايركت انسبيريشن اللي غنديرو بحال زعما في الميوزك فيديو. توقع دينا واحد المود بورد اللي غيعاونا بزاف في ستيب الجايه اللي هي شوتين اللي هو هذا، باش في شوتين تمشي على هاد المود بورد هذا وما تلفش ويكون عندك واحد الكلير مايند شنو باغي تحط هو الفاينل ريزولت اللي باغي ندير. فهادشي اللي طرا فبقى السؤال ديال فين غنصورو ومعاش غنصورو. كان في السانسيت والليل غيكون هو احسن تايم باش نديرو هاد الميوزك فيديو هادي، ولي كتماتشي المود بورد اللي يلاه وريتكم دابا. فخاصنا نشوفو اللوكيشنز اللي غنصورو فيها او كيف ما كيتسمى في العالم ديال السينما غوبيراج. خلينا نهار بوحدو ديال غوبيراج، مشينا كندورو في كازا. فكيف ما قلت لكم غنصورو في السانسيت والليل، دونك هادشي كيعني اننا خصنا واحد ميرورلس كاميراز اللي كيصورو مزيان الليل. انا وانس عندنا سوني اي 7 تريز، سوني الفا معروفه انها كتصور مزيان في الليل.
الليل خاصنا واحد لينس اللي تكون فيهم وايد ابرتشر على الاقل 2.8 حيت في الليل وما عندناش ماتيريال ديال اللايت ايخصنا ماكسيموم ديال الضوء يدخل للكاميرا. فاذا ما كانوش عندك هادو ما كانش عندك كاميرا اللي كتصور مزيان في الليل ولا لينس اللي عنده وايد ابرتشر فكنصحك انك ما تصورش في الليل نهائيا فغالبا خصك تطلع ليزو وغيولي عندك بزاف ديال النويز شوتس ديالك وهادشي ما بغيناش بيان سور. دونك صور اما في الصباح قبل السانسيت شويه ولا صور في شي استوديو اللي فيه لايت بزاف. فاللوكيشنز اللي صورنا فيهم كانوا بالضبط 5 فكرنا ان 2 دايز ديال شوتين كانت كافيه قسمنا لوكيشنز على هاد اليومين هادو. دونك يا قبل ما تبدا الميوزك فيديو ديالك فكر في الشوتس اللي باغي دير شوف اللوكيشنز وديك الساعه غتبدا تمانجي التايم ديالك وشحال يمكن لك تاخذ ديال الوقت شوتين. اي دقيقه كدوز في البريباراسيون ديال اي بروجي تربحك بزاف ديال الوقت وغناج. دونك بليز الا بغيتي دير فيرست ميوزك فيديو ديالك بريباري مزيان هضر مع الارتيست فكروا في التيم ديال الميوزك فيديو ديالكم وشوفوا سام انسبيريشنز قادو مود بورد تكونوا فريمون مرتاحين 100% في شوتين. سالينا ما بريباراسيون والبلانين ديال الميوزك فيديو ديالنا دابا خصنا نبداو. كما قلت لكم بلانينا الشوتس والإفكت اللي باغي نديرو مي باش مزيان انك تكولابوري مع ارتيست في شي بروجي واخا تكونوا ديجا عندكم سام ايدياز على الفاينل ريزولت مي وسط شوتين كيجوك سام نيو ايدياز. كيف ما قلنا في الفيديو الاول ديالنا في يوتيوب الاكشن هي اهم حاجه. الا بقيتي جالس وديما كتفكر خاصني ندير هادي خاصني ندير شورت فيلم خاصني ندير ميوزك فيديو وام شور ان كاع دوك الجريت ايدياز ديال اي بروجيكت تشوفوه في السوشيال ميديا دابا كيجي من الاكشن وكيجي ان واحد ناض وخرج من الكومفورت زون ديالو ومشى دار واحد البروجي. شوتين كان داز مزيان مغير بلان كيف ما قلت لكم ديال شويه ستريس كازا بالليل. ميكين وكدا شنو فين كيخليه ماتيريال ديالو شنو هي بدا؟ حنا الميوزك ديالنا كان تقريبا فيها واحد جوج دقائق كنبغي من الاحسن في كل بلاصه الارتيست بيرفورمي الميوزك كامله باش نكون مرتاح في الايديتينغ ولا جاتني شي ايديا نقدر نديرها وغنقلي غوش باش نديرها. في شوتين خدمنا بجوج تاع لي كاميرا كيف ما قلت لكم انس حتى هو عنده سوني اي 7 3 انا خدمت بال 85 1.8 وانس خدم بال 35 1.4. اصو شي شوت خدمناهم بال 50 ملم الكلاسيك اللانس اللي كيعجب كاع لي فوتوغراف والفيلم ميكرز 1.8 اللي حتى هو عطى لوكس مزيانين في الميوزك فيديو. غتبان لكم دابا في سكرين البيكتشر بروفايل اللي خدمنا بها وفي الشوت ديال السانسيت واللي كانوا فيهم الضوء خدمنا اس لوك تشوف شوتين كنا فوكسين على جوج الحوايج المود بورد اللي حطينا وان الارتيست يبيرفورمي الميوزك ديالو قدام الكاميرا وكنحاولوا الميوزك تسمع باش نسانكرونيزيو داكشي مزيان في المونتاج. دابا غندوزو المونتاج ولا البوست برودكشن. في الايديتينغ اول تيب نقدر نعطيك هي استعمل سوفتوير اللي مرتاح فيه ولا سوفتوير اللي باغي تعلم ماشي بالضرورة ندير شي سوفتوير غير حيت سمعتي شي واحد اخر كيخدم به. اي سوفتوير تقدر تاديتي به واي سوفتوير تقدر تخرج به شي حاجة اللي مزيان. اللوجيسيال اللي خدمت به انا كان ادوب بريمير برو على قبل ايديتينغ دافينشي ريزولف على قبل كولور جريدين لاول مرة نخدم به في البروجي هذا فغيمون السكشن ديال الكالورز ديالو حسن بزاف من بريمير برو. انس هو اللي اهتم بالكالور جريدين على قبل الكليب هذا وهو كيخدم دافينشي ريزولف. It was a good experience انني نتعرف على لوجيسيال جديد ونتعرف على تولز جداد وكاع الايفكت اللي داروا في الكليب هذا داروا افتر افكت. غنخلي لكم كاع لي تيتوريال ديال الايفكت اللي داروا في الميوزك فيديو هذه في الديسكريبسيون اند الا كتكت اديتي بريمير برو وبغيتي تكولو جريدي في دافينشي ريزولف بالك تسالي المونتاج ديالك التايم لاين ديالك كامل كتورك على فايل اكسبورت فاينل كات برو اكس ام ال فايل كت اكسبورت هذاك اكس ام ال كتحل دافينشي كتكري نيو بروجيكت كت امبورت هذاك الاكس ام ال فايل كيولي عندك تايم لاين ديالك اللي كتكت اديتي في بريمير برو كيولي عندك في دافينشي. دان في دافينشي كتقدر تكولو جريدي على خاطرك تما وفاش غتسالي كولور جريدين غدير فايل اكسبورت هاد المره بريمير برو اكس ام ال فايل كتحل بريمير برو تاني وكت امبورتي اكس ام ال فايل ديالك وكيولي التايم لاين ديال دافينشي مكولور جريدي عندك بريمير برو. جربها في البروجي الجديد ديالك. هادي الاكسبيرينس ديالي في الفيرست ميوزك فيديو واحد الاكسبيرينس اللي صفت
تمنى بزاف ديال الحوايج تسويا. نتمنى لي زارتيست اللي كيشوفوا في الفيديو هذا وباغيين نديروا الميوزيك فيديو ديالهم حتى من الاولى، كنبغي نقول لك جاست جو فور ات اصاط، ما كاين حتى شي حاجه، بدا تفكر في الميوزيك فيديو ديالك، شوف انسبيريشن، شوف ميوزيك فيديو، هضر مع شي ارتست اللي باغي دير مع الميوزيك فيديو ديالك وجو فور ات. خدينا هاد البريك هادي هاد الشهرين، اكشلي ما كانش بريك حيت كنت خدام على هاد لي بروجي هادو، منهم هاد الميوزيك فيديو هادي. الا عجبكم الستيل هذا وبغيتو تشوفوا مور بريك داونز بيهاند سينز ديال دي بروجي اخرين بحال الشورت فيلم ولا سيري ديال التصاور ولا يوتيوب فيديو بحال هذا اللي كنصور دابا، قولوا هاديا في الكومنت، I would really appreciate it. دير سبسكرايب وشيري الفيديو مع صاحبك باش نقدر نغرويو هاد لاشين هادي كثر. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو هذا و see you in the next one. Let's go! Subscribe and the comments.